مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. أنا بتشرف أني الليلة للمرة الثانية بلتقى مع الجمهور السعودي، وللمرة الأولى بمسرح عريق جدا بمهرجان شتاء طنطورة. أنا ما رح أحكي كتير اليوم، جاي أغني وغني معكم كمان، بس حابة أشكر شكر كبير وتقدير كبير للإدارة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها ولي العهد محمد بن سلمان على هالنهضة وعلى هالازدهار اللي عم تشهد السعودية بفترة قصيرة جداً. ما فيني أنسى كمان حي المرأة السعودية إلا أنت امرأة مناضلة، امرأة صبورة جداً، بهنيك على اللي وصلت عليه اليوم. وكمان رغم كل شيء ما فيني خبي انه في حرقه او غصه صغيره بقلبي للظروف اللي عم يمرق فيها بلد لبنان. بتمنى انه هالمرحله تعدي بسرعه ويرجع لبنان مثل ما بتعرفوا بلد الحب والفرح والسلام. شكرا.